أجمل هدية من الله عز وجل أننا نعرف مزيان أن كل حاجة في هذا الكون عندها مدة الصلاحية ديالها. طمأنينة كبيرة حيث ما كاينش حتى شي سبب من أي خوف. ما خايفش تفشل، فشل 100 مرة وكتر، وما تخافش من الشكل ديالك قدام حتى شي واحد. خليني نقول لك واحد الحاجة، مبروك عليك حيث كتسمع ليا دابا، ومبروك عليك حيث الله أرسل لك رسالة غتحرر القيود ديالك بمعلومات انت اصلا عارفها ولكن عمرك ما خدمتي بها. المعلومات كل شي كيعرفها ولكن قليل اللي كيعرف فقتاش يستعملها. نفكر راسي ونفكرك حتى انت وحتى انتي وحتى انتوما بهدية ثمينة كل شي غيموت. ما بغيتش المقابل، خذ الهدية مني وحرر بها راسك. وحتى انا من اليوم ما كيناش في قلبي شي حاجة سميتها الخوف، ما خايش من حتى شي حاجة في هذا الكون. أنا أكبر قوة خارقة حيت أنا اللي عطيتها لراسي بمجرد ما دركت أني غادي نموت. أكبر قوة تخليك تسمع في شي حاجة كبيرة في حياتك، أكبر قوة تخليك تخيل آخر دقيقة لك في الحياة وانت كترسم البسمة على وجهك وكتقول الحمد لله هذه هي حياتي، عشت حياة كبيرة أكبر من أنني نضيع حياتي في الخلافات العائلية والمطايفة على المناصب. نقدر نوصل للمال والجاه من بعد سنين طويلة، ولكن غنلقى حياتي سالات وغنلقى راسي كنت حاسب على حوايج عشت خدام عند حياتي كاملة. كاين الموت صاحبي خويا، اسمعني مزيان، خاصك ضروري تخلي شي حاجة كبيرة وراك عندك تعيش حياة صغيرة. عيش حياة كبيرة، عيش حياة كبيرة، ما تخاف تجيب نقطة خايبة في الامتحان كيف ما كان نور، ولكن خاف ما تتعلمش داكشي اللي خاصك تتعلمه، خاف لما تديرش المجهود اللي مطلوب منك، خاف لا تضيع وقتك في التخربيق، خاف لا تعيش في الظلمة، خاف تخبي معلومات قد تفيد بها أصحابك، خاف وبزاف تعيش حياة مدلولة. عيش كريم وعيش بكرامة، هاد الحوايج هي اللي غتخلي حياتك كبيرة، هاد الحوايج هي اللي غتخلي حياتك غادة وكتكبر بعدد الناس اللي كيستافدوا منك واللي كنتي سبب في السعادة ديالهم واللي كنتي سبب في رسم البسمة على وجوه ديالهم واللي كنتي سبب في إنقاذ ديالهم من بزاف ديال المواقف الصعيبة. غتعيش حياة كبيرة عمرك كامل بسبب كل شخص مديتي ليه يك المساعدة، كل شخص غيرتي ليه حياته ولو بأبسط حاجة. حرر راسك من الخوف وعيش حياتك ودير أي حاجة كانت كتبان ليك مستحيلة وبلا خوف. نوطة صاحبي تريني ودير رياضة وخلي الفورمة تطلع. نوطة صاحبي وبركة من تضيع الوقت، راه الوقت محدود وفي أي لحظة تقدر تموت. ما تبقاش تفكر في الحوايج اللي دايرة ليك مشكل في حياتك. واش عارف هاد المشاكل اللي انت باغي تتهنى منها ودايرة ليك القلق في حياتك وديما كتفشلك؟ عشيري تفكر باللي غتموت وغادي تلقى هاد الحوايج كاملة ما بقاتش كتسوى والو قدامك، غادي تحفط عليها بحال كتحفط على شي بوينتة ديال الكارة لقيتيها في الطريق قدامك. غير تعرف باللي كاين الموت كتسناك، ديك الساعة غتعرف باللي ما خاصك تضيع حتى شي دقيقة في النقاشات الخاوية ولا تنتقم من اشخاص داروا فيك شي حاجة. اصلا ما كاينش الوقت اللي تضيع، انت محتاج تخلي شي حاجة كبيرة. بدا حياة جديدة ومن هاد اللحظة بدا حياة صحيحة، بدا حياة يكون المحتوى ديالها حلم كبير لازم يتحقق. حلم وقرر تخلي شي حاجة كبيرة من وراك، قدوة للناس، علم، بطولة او ارقام قياسية، علاش لا، ما عندك حتى شي حاجة تخسرها. صاحبي خلي شي حاجة وراك، ما كاينش شي سبب يخليك تعيش بكرش ديال 2 متر قدامك وكتسنها تحيد بوحدها. خايف من الالم؟ نوضة صاحبي وتالم، ما كاين محلى من الالم اللي غيقربني من النجاح. ما غتعيش حياه كبيره وانت كل نهار كتقول غنبدا غدا، شكون قال لك باللي كاين غدا؟ ما خاصكش ترتاح ملي تعرف ان هاد الاختبارات كامله عندها نهايه. مهما كانت صعيبه، مهما كنتي محتاج تختار اختيار صحيح باش تفرح لحظة النتيجة، ما تخافش دير شي حاجة صحيحة وهي بالنسبة للناس خاطئة،
احسن حاجة ما تسوقش للبشر، ما تخافش تدير الخير، حيت الناس ممكن يقولوا هذاك كيدير الخير غير باش يبان. صاحبي خليهم يهضروا، الحمد لله انك ما كتضيعش حياتك بحاله، وهذا القيل والقال في عباد الله. الحمد لله حيت غتعيش حياتك لراسك ماشي للناس، ما تحاولش تخبي شي حاجة على راسك مهما كانت في عيني الناس قليلة. عيش براسك مرفوع حيت انت مآمن بداكشي اللي كدير، ربي خلقك حر وبلا قيود، اعتق راسك عيش حياتك. غنطيحو مرة وغنوضو جوج، وغنطيحو جوج ونعود النوضو الثالثة. فرصة وحدة اللي كاينة، زرب عليها قبل ما تزرب عليك. ما تنساوش تابوناو معانا في لاشين.